أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهمية هرمون السعادة الأندروفين. تعريف الأندروفين: مادة كيميائية في الدماغ والرق العصبي، يعمل على نقل الإشارات الكهربائية داخل الجهاز العصبي. متى ارتفع يشعر الإنسان بالسعادة، متى انخفض يشعر بالحزن، وهو أكسير السعادة. فوائده: الشعور بالنشوة والسعادة، إفراز الهرمونات الجنسية، إنقاص الوزن، تنظيم الشهية الطعام، يقتل الألم والتوتر ويخفف القلق، يساعد على التئام الجروح والشفاء من الأمراض، يرفع المناعة، يعطي الشعور بالبهجة والنشاط والخفة. نصائح لرفع هرمون الأندروفين: احتضان الأطفال واللعب معهم، الجلوس مع الأسرة والأصدقاء، تبادل المشاعر من المحبة والحنان بالحلال، الجلوس على طاولة واحدة مع الأسرة، القراءة والاطلاع، وقراءة القرآن والذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الابتسام والضحك، مساعدة الآخرين ماديا ومعنويا، ماديا بالمال، معنويا معاملة حسنة والكلام اللين. استمتع بالسعادة مع الآخرين، أن يكون الإنسان إيجابي، التفاؤل والأمل والثقة بالله، تبسم في وجه الناس، ولين الكلام، عامل تساعد على رفع هرمون السعادة. الشوكولات داكنة، التدليك، السونة، الرياضة، المشي، الصدقة والعطاء، شم الروائح العطرة، رؤية المناظر الطبيعية الجميلة من الورود والزهور والبحر والأشجار الخضراء، التأمل، تناول الطعام الصحي مثل بروتين، بيض، لحوم، دجاج، أسماك، مكسرات، أوميجا 3، زيت السمك 3، تفاح، موز، بطيخ، كيوي، طعام يحتوي على مجموعة فيتامين B1، B2، B6، B12، قرنبيط أو زهرة، قرفس، ثوم، دقيق أسمر، دقيق الدخن، شوكولات داكنة. شكرا لكم، أرجو الاشتراك في القناة وعمل لايك حتى يصلكم كل جديد.